كان هناك في إحدى المدن يعيش شاب بمفرده يصلي ويفعل من الخير ما استطاع، وكان هذا الشاب قبل نومه متعود على أن يقيم الليل كل ليلة، ولكن في إحدى الليالي لم يستطع النوم فحاول تكرارا ولكنه لم يستطع أبدا، فقرر النزول والتجول بسيارته. وأثناء تجوله بسيارته وجد امرأة تحمل طفلا لا يتجاوز عمره 3 سنوات، فاقترب منها فسمعها تحدث نفسها قائلة: لقد ذهبت لشقيق زوجي رحمة الله عليه، ولكنه أغلق الباب في وجهي، وبابك يا رب لا يغلق أبدا. هنا اقترب منها الشاب وحاول أن يقدم لها المساعدة، فأخبرته عن مرض ابنها وأنها لا تستطيع فحص ما به لأنها لا تملك المال. هنا طلب منها الشاب أن تصعد سيارته وذهب بها إلى الطبيب ليفحصه ويطمئنها عن حالة ابنها الصحية، واشترى الأدوية أيضا، ثم قام بتوصيلها للمنزل. ولكن عندما رأى المنزل قديما تعهد بتجديده وأخبرها أنها لها مالا شهريا وأعطاها مبلغ من المال ثم انصرف. وفي صباح اليوم التالي وجد رجلا قد صدمته سيارة وهرب صاحب السيارة مسرعا، ولكن ذلك الشاب أخذ الرجل للمستشفى وظل الشاب في انتظاره، ولكن جاءه الطبيب وأخبره أن الرجل قد فارق الحياة وتم تحويله للشرطة وتم اتهامه بقتل ذلك الرجل. فقال الشاب: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. جلس الشاب يدعو الله، وفجأة استدعاه ضابط الشرطة ليعتذر له وأخبره أن الرجل لم يمت وأن هذا الرجل مدين لك بحياته، فأنت من أنقذ حياته. هنا تذكر الشاب دعاء الأرملة له بأن الله يحفظه من كل مكروه، وهنا عرف الشاب أن المعروف لا يضيع أبداً.